الجوارح تاعو لم تتحرك بشيء. ثم كاين يعني الدرجة الثانية وهي يعني فوق الدرجة الأولى اللي هي غير ميل القلب من غير ما يعني من غير ما يحدث أي شيء، لكن قلبه مايل فقط يعني، وهي البداية، ممكن يصل إلى الدرجة الثانية وممكن يصل إلى الدرجة الثالثة وممكن يحبس تم، لكن تجي من بعدها درجة ثانية وهي الخيانة عبر لا ترايزون كون سي اون بو دير، الخيانة عبر مثلا لو بورتابل، عبر الانترنت، عبر الفيسبوك، عبر الـ مش عارف انا التليفون، عبر ليلات وعبر كل هذه الامور. فهذه الدرجه الثانيه، ينادي دي زوم وينادي فام كي تخاي لاغ فام ولا دي فام كي تخاي يعني لاغ ماري، يعني اترافير لي اس ام اس، اترافير لو فيسبوك، عندها صفحه في الفيسبوك ولا هو عنده ثاني صفحه في الفيسبوك، في الانترنت، في مع لي اس ام اس، ديما في التليفون كذا. اذا وهذه كذلك من الخيانه، وهي من التكنولوجيا تاع اليوم يا اخواني. وشحال من البيوت تهدمت بهذه، شحال من مراه على بال اس ام اس في التليفون تاع راجلها طلبت الطلاق، وشحال من راجل على بال اس ام اس في التليفون تاع مرته ولا ان ابل تليفونيك هدم بيته. اذا فهذه كذلك من الخيانه يا اخواني. تجي الدرجه الثالثه وهي الدرجه الخطيره والعياذ بالله، وهي الوقوع في الفاحشه. هذه سي يعني لا بلو غراف ايتاب، هي ان الانسان يقع في الفاحشه الكبرى والعياذ بالله، وهو ان الانسان يقع في. اذا فهذا في الله سبحانه وتعالى يا اخواني، ربي سبحانه وتعالى في كثير من الايات يعني يذكرنا وينبهنا الى هذه الامور. فالله سبحانه وتعالى يقول في سوره الانفال مثلا ان الله لا يحب الخائنين، ويعني في قصه في القران الكريم، وهي قصه يعني كامله في القران الكريم ولنا فيها عبر كبيره، هي قصه يوسف عليه السلام في سوره يوسف سبحان الله. يعني وامرأة العزيز وقصتها مع سيدنا يوسف عليه السلام، وين حتى يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين. ربي يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني يقول سبحانه يعني سولا لما يعني سولا afin qu'il sache que je n'ai pas trahi en son absence et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres et Allah ne guide pas يعني la ruse خاد، يعني إن الله لا يهدي كيد الخائن، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذن إن الله لا يهدي كيد الخائنين، فأخبر الله سبحانه وتعالى بهذا في القرآن الكريم بأن الخائن العاقبة تاعه وخيمة في الدنيا والآخرة، فهو محروم السعادة والهناء والاستقرار في الدنيا. بعض الناس يا إخواني، بعض الناس عنده مشاكل في الدار، المرأة دي ما تعيط، الأولاد ما يسمعولاش، حاجة ما تمشيش في الدار، أيوة يعني ويبدأ يفتش على الأسباب، يكومونس شيرشي لي كوز، علاه المرأة ما هيش تسمع لي والأولاد ما يتصنتوليش، بصح ينسى باللي بالك هو السبب، بالك سيلوي لا كوز، لأنك مع رب العالمين ما راكش مليح، تعديت حدود الله، بالك لك خادع المرأة تاعك برك تقع في يعني في، فلهذا رب العالمين سبحان الله العظيم يعني تكثر لك المشاكل في البيت، التجارة تاعك تحبس، الشيء اللي كان مسقم عندك يعواج، وهذا بسبب الذنوب، وهذا بسبب الذنوب. فيعني بعض الناس في بعض الأحيان يبحثوا عن الأسباب، هارهم كاتبين لي، هارهم ساحرين لي، هارهم مانيش عارف كذا، وينسى باللي بالك هو السبب، المعاصي تاعك والذنوب تاعك هي اللي راها السبب في يعني في الرجل. كذلك المرأة تشوف بلي راجل هذا يعني سبحان الله تبدل، ما عادش كيما بكري كل شيء، بالك انت السبب، بالك انت راكي خايناته، بالك سبحان الله راكي تعصي في رب العالمين، لهذا الزوج ما عادش كيما بكري، الاولاد ما عادش يسمعوا لك بكري. اذا فلا بد الانسان ان ينتبه يا اخواني على اثر الذنوب كذلك في الحياة تاعو. إذن
فيعني الخيانة يا إخواني، الخيانة الزوجية تخيزون هي قبيحة، قبيحة يعني من الزوج، فهي قبيحة من الزوج، ولكنها أشد قبحا وأسوأ عاقبة يعني إذا كانت من الزوجة، إذا كانت من الزوجة. علاش نقول هذا الكلام؟ بعض المرأة يقول لك علاه كيف كيف؟ لا، فقد يعني علاش قلت باللي الخيانة قبيحة، يعني قبيحة ما يرضاهاش رب العالمين، يعني من الزوج، ولكنه أشد قبحا، سي بلوس غراف، سي بلوس غراف أونكور، يعني لوسك إل فيان لا فام، باسكو قد يخطأ الرجل، نقولوا قد يخطأ الرجل، ولكن قد يصحح الخطأ، قد يخطئ وقد يصحح الخطأ، فيتزوج المرأة هذه، فيتزوج هذه المرأة، فيتزوجها بالحلال، فيتزوجها بالحلال. لأن الشرع أباح للرجل، الشرع سمح للرجل أن يتزوج مرأة ويعني وزوج وكذا، لكن المرأة لا، لكن المرأة فإن الخيانة تاعها لا ترايزون لا فام، يعني لا تنتهي إلا بأحد الأمرين، إما أنها بيتها يتهدم ويطلب الزوج الطلاق، يعني في يعني وإما يعني الوقوع في الفاحشة الكبرى والعياذ بالله. إذا فهذا الأمر هذا يا إخواني إن شاء الله. الآن يا إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى ما يمرش علينا الوقت كثير، فنريد إن شاء الله أن نذكر الأسباب يا إخواني، يعني اللي يعني تسبب يعني الخيانة الزوجية إن شاء الله. نذكر يعني كلكو يعني كلكو كوز وبيان كلكو يعني موتيف لتدفع الإنسان أو قد تدفع واحد من الزوجين إلى الخيانة الزوجية. أول هذه الأسباب يا إخواني، وهذا هو الشرع، وهذا هو الشرع، وهو النظر الحرام، النظر الحرام، لأنه كل الحوادث كما يقول العلماء تاعنا، كل الحوادث مبدأها من النظر، كل الحوادث مبدأها من النظر، أي حاجة تبدأ من الخزر الأولى. إذن فيعني فهذا لما الرجل ما يغطش البصر تاعه، ولا المرأة ما تغطش البصر تاعها، كما قال الله سبحانه وتعالى، وقل للمؤمنات يغضضن أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض البصر، لأنه هو البداية، هو النقطة، البداية تبدأ من هنا من البصر. فإذا كان الرجل لا يغض بصره في الشارع، سبحان الله، يعني المرأة اللي تفوت ما يطلق، حتى اللي واقفة، اللي قاعدة، اللي لابسة، اللي ماشي حاجة ما يمنعها، سبحان الله، عينيه كيما الفار تاع الطوموبيل طق غير يشعل. ولا كذلك المرأة إذا كان، سبحان الله، أنا نقول لكم يا إخواني، مرات الإنسان يكون حدا زوجته حذاه وعينيه يلعبوا كي الفار، كي القط طق طق. ولا هي سبحان الله العظيم تكون حدا راجلها راكبة في اللوطو وحدها راجلها وليدتها مرة وكل شيء، وعينيها سبحان الله كي السوي كلاس تاع الطوموبيل، يمين شمال جوج دروات، أو وين غض البصر؟ أين غض البصر سبحان الله؟ لا من الرجل ولا من المرأة، غض البصر. كذلك يا إخواني، لما الإنسان يديم النظر في الشاشة، في التلفزيون، في الإنترنت، يعني وهذه الصور في المجازين توسا، فهذه والألوان والصبغات والحميري وكذا، فهذه النظرة سبحان الله العظيم هي السبب الأول في الانحراف، وقد يصل الإنسان من الانحراف إلى الوقوع في الفاحشة، في الفاحش. ولهذا الإسلام تعنا دعا المرأة إلى التستر، دعا المرأة إلى أن تستر نفسها، إلى أن تتحجب وتستر، يعني وأن لا تبدي زينتها إلا لزوجها. إذن فهذه النظرة، لهذا حرمها الشرع، حرم هذه النظرة المحرمة، والنظرة يعني سهم من سهام إبليس، النظرة سهم من سهام إبليس. إذن فماذا به الإنسان يتجنب النظرة؟ قلنا الإنسان ماذا به؟ دائما يكون على وضوء، الوضوء يخليك تتجنب هذه النظرة الحرام، تعرف روحك واضي تحط عينيك حاجة ما هيش يعني سبحان الله تغضب الله سبحانه وتعالى، ما تنظرش إليها، سبحان الله. بعض الناس يا إخواني لما مصليين حجاج بالحياة هم كل شيء، ونهار هو في الفيسبوك وفي الانترنت، وينظر الأفلام الخليعة، وينظر الصور الخليعة، وينظر كذا، سبحان الله. فهذا يا إخوة حرام يا إخواني، سبحان الله حرام. إذن كذلك من الأسباب التي تجر إلى الخيانة، وهي الاختلاط،
والاختلاط المحرم، الاختلاط المحرم. سبحان الله، لما انت تخلي مرتك تروح مش عارف انا يا الصالة، ولا تروح مش عارف انا يا الحفلة وترقص مع الرجال اللي ما همش لا محارمها ولا اي شيء، سبحان الله، وتخليك انت معاها في الصالة وتقعد تتفرج فانت ترقص قدامك، اذا هذا قد يجرك الى الخيانة، سبحان الله العظيم. والانسان الشريف والمرأة الشريفة ما ترضى بهذه الاشياء، ما ترضى بهذه الاشياء، سبحان الله العظيم. اذا فهذا الاختلاط، هذا يعني الميلانج هذا وكل، فهذا يجر كذلك، فهذا يجر يا اخواني لا لا لا. كذلك من الامور التي هي من اسباب الخيانه، من اسباب الخيانه الزوجيه، وهي الخلوه، الخلوه يعني الخلوه في البيت او في العمل او في السياره، او في السياره. Le fait qu'un homme se trouve tête à tête avec une femme, soit dans la voiture, soit dans le travail, soit مش عارف انايا في سفر او في كذا، فهذا قد يجر الى الخيانه والعياذ بالله، والانسان ضعيف، والانسان ضعيف. كذلك من الاسباب التي يعني تجر الى الخيانه، وهو خيانه احد الزوجين للاخر. خيانه احد الزوجين للاخر، فربما المراه تغلط وتخون زوجها، فينتقم الزوج منها، ينتقم منها الزوج، ويبدا هو ثاني كذلك يعني ما يدخلش كاع. او ان المراه تسمع بلي راجلها راه خانها مع وحده، الفو سوفونجي، الفو سوفونجي، وهذا خطا، سبحان الله العظيم، وهذا خطا. لا، ولكنه كما قال رب العالمين، هذا جزاء العمل، فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. إذا يا إخواني، الإنسان اللي يزني أو الإنسان اللي تزني راه دار الدين، سي ان كريدي كو تيافي، سي ان دات كو تيافي سوغ توا. قد يزنى بزوجتك، أو قد يزنى بابنتك، أو قد يزنى حتى بأمك، لأنك ارتكبت دين، ارتكبت دين. يعني اقل شيء حتى كما قال الشاعر، حتى ولو كان يجي واحد انسان كرمكم الله ويبول على الحائط تاعك. اذا فالزنا دين، فالزنا دين، اذا ارتكبته عرف باللي انه لك تخلص. وهذا الدين هذا قد يصل الى السابع من الولد. قد بعض الذنوب يا اخواني توصل للسابع من الاولاد. ربما هاد لا جينيراسيون ما تخلص، ربما انت ما تخلص، ربما لا جينيراسيون هذه ما تخلص، لكن يجي حتى السابع من الولد والعياذ بالله. كذلك من الاسباب تاع الخيانه الزوجيه يا اخواني، وهو انشغال، انشغال احد الزوجين بالاخر عن الاخر، انشغال احد الزوجين عن الاخر. الراجل ماهوش لاهي في مرته، ما على بلاش بها كاع، سامح فيها تقريبا كل، فتخلي المراه تفكر في في في, في خيانه. شفتوا لما كانتش مرأة شريفة ولا مرأة بتخاف رب العالمين، فتفكر تقول لك أنا سامح فيا، ما على بلاش كاع، لا راني هنا ولا ما رانيش هنا، داير لي كل جفافة، ما يدخلش كاع، ماهوش لاهي فينا كامل. إذا فتحدثها نفسها بالخيانة، أو العكس، أو العكس كذلك. الرجل اللي وراه المرأة راهي عند أمها، وراه المرأة راهم راحوا للبلاد، وراه المرأة خرجت مع صحاباتها، وراه أمكم راهي عند مش عند جارتها، عمرها ما في الدار، عمرها ما لهي فيه. يا امراه كذا ترقد وحدها مع الاولاد، ترقد في الصالون، ما ترقدش راهي تشوف التلفزيون كذا. فهذا الرجل سبحان الله، انشغال احد الزوجين عن الاخر قد يجر الى المعصيه. ماهوش انه تولي له، لا لا يجوز الخيانه، ولكن حنا قاعدين نذكر في الاسباب التي تجر الى الخيانه. كذلك من الاسباب اللي تجر الى الخيانه مصيبه التليفون، مصيبه يعني الانترنت يا اخواني. يعني وسيرتو لا اقول بلي الانترنت حرام ولا التليفون حرام، انا اقول سوء استعماله. جو دي با كو الانترنت سي انتردي وحرام، جو دي با كو التليفون سي انتردي وحرام، مي مالوريزمون يعني سوء الاستعمال، سوء الاستعمال هذا هو. مانتونو كومون اون ميتريز هاد الاشياء. فالانترنت مليح اذا استغلها الانسان في الشيء المفيد، يسهل كثير من الاشياء، ولكن قد يولي مضر إذا استغلها الإنسان. بعض الأزواج يبكوا، بعض النساء يبكوا للرب اللي خلقهم، راجل هاي فوت الليل كامل قدام الإنترنت، ويبلع على روحه لا شومبر، خاطش لو كان جا راسها صحيح وكرشه كما نقولوا ما فيهاش التبن، ما يبلعش على روحه الإنترنت، ما يبلعش على روحه الباب. احكي في الإنترنت قدام زوجتك ما فيش مشكل،
احكي قدام اولادك، تقول لي نشوف الانترنت مواضيع علميه ولا لي زافير وكل شيء، ديرهم قدام الناس. علاش تبلع على روحك؟ علاش تبلعي على روحك؟ ها وراجلك راقد في الشومره وانت تبلع على روحك وفي الانترنت. شاكي ديري؟ انا نهضر مع امه وهي تكذب، امك راهي تشخر. لا انا نهضر مع اختي عيطت لي من 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 الهند، وهي مع 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 مع, مع انسان سبحان الله، مع رجل غريب سبحان الله. لما انت المراه راقده حتى التليفون تاع راجلها يصوني او طك تسمع لي ميساج جاو، يا راجل شكون هذا اللي عيط لك؟ لا 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 اودي غير الخدام راه قلت له ما نجيش. الخدام شنو جابها على 12 تاع الليل الخدام؟ فهمت؟ تكذب النهار، تكذب زوج، تكذب ثلاثه، ومن بعد وين؟ ومن بعد عليها وين يا اخي سبحان الله؟ اذا فهذه كذلك سوء استعمال هذه الوسائل اللي هي سواء الانترنت سواء البورتابل او سواء كذا، قد يجر قد تحدث غلطه. سي بو كو يجيك ان اس ام اس بار ايرور، سي بوسيبل. قد يجيك ان ابل بار ايرور، سي بوسيبل، مي با طول تون، مي با طول تون. واللي يدخل الشك للمراه او الرجل هو لما تروح تقراه في التواليت، تدي التليفون وتروح للتواليت باش تقرا الميساج اللي جاك. ما اذا ما في ما عندك حتى والو، اقراه قدام زوجتك، اقرايه قدام زوجك باش ما يدخلش الشك سبحان الله. لحظه واعود مستمعينا ان شاء الله. لحظه يا الله يا ربي. لا اله الا الله، الله أكبر، الله أكبر لله يسبحك، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا وجات بنت فلان، وتعرف كي دايره؟ غير
هي صغيرة وعينها خضر وعينها زرق وشعرها أصفر وطويلة وسمينة ورقيقة وكذا، وتقعد توصف لها في لالا. فوصف المرأة، وصف المرأة لزوجها النساء الآخرين قد يجره إلى الخيانة، ووصف الرجل كذلك لامرأته رجال كما هو صاحبي وتعرفي كي داير وشحال عنده وشحال كذا، فقد يجر هذا الأمور إلى الخيانة، إلى الخيانة. فلما يبالغ الإنسان في الوصف ويبالغ في الثناء، في الثناء على واحد المرأة، أو كي دايرة وكي دايرة وكي دايرة، أوب الشيطان يا إخواني سبحان الله العظيم. كذلك يعني يعني في بعض الأحيان الشيطان يزين للمرأة، يزين للمرأة باللي هذاك السيد خير من راجلها، مرفح على راجلها ويدير لها خير من راجلها. يا ولدي اتقي الله، اتقي الله، هذا مكتوبك، هذا اللي جاب لك رب العالمين، هذا هو نصيبك، ارضي بالشيء اللي عطاه لك الله سبحانه وتعالى. بالك لكاليتي اللي عند راجلك ما عند هذاك الناس، بالك عنده الدراهم صح، بالك عنده الطوموبيل خير من تاع راجلك صح، بالك عنده الفيلا صح، لكن سبحان الله العظيم. فقد يتزيد، قد يزين الشيطان هذه الامور فتتعلق المرأة برجل اقل من زوجها. يعني وفي بعض الاحيان سبحان الله عندها راجل كيس سبع ويتعلق قلبها بواحد سبحان الله اقل قيمه واقل من سبحان الله العظيم، وتقول لك سيلو كود فودر. يا واش من كود فودر هذه القضيه هذه، نسال الله السلامه. اذا وهذا كذلك قد يقع للرجل سبحان الله، عنده امراه ما شاء الله ديد اخلاق جمال تربيه، يعني كوزينه تحطها في الكوزينه ما تخاف، تحطها في اي حاجه تحطها سبحان الله العظيم وما شاء الله، لكنه سبحان الله تروح تصيبه يعني متعلق بوحده لا اله الا الله، والله بالك النظره وما تجيش فيها. يا سيدي ما عندك سبحان الله، عندك ما هو افضل، عندك ما سب... علاش الانسان يكون كما هذوك اللي رب العالمين غضب عليهم، رب العالمين اعطاهم المنه والسلوى يعني ثمار الجنه، قال لك لا احنا حابين ناكلوا البصل والعدس والثوم وكذا، أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ سبحان الله، كيف أنت عندك يا أخي ما شاء الله مرأة زين شبوب صحة قمنة بدعة وتروح تبدلها بإنسانة ضحكت لك ولا مش عارف أنا عند لا كاس ولا مانيش عارف، يعني سبحان الله. فهذا إذا كذلك من الأشياء اللي تجر إلى الخيانة الزوجية خلطة السوء، la mauvaise fréquentation، la mauvaise fréquentation هي تخلي المرأة تخمم في الخيانة أو تخمم يخمم الرجل في الخيانة. هاو إذا أنت مصاحب لي غير الناس اللي يخونوا الأزواج تاعهم، غير الناس اللي كل ليلة في 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 جهة، فنهار زوج سيمانة شهر يجروك، لا mauvaise fréquentation. أنت المرأة كذلك إذا كان مصاحبت لي تدخل عندك مصاحبة غير اللي تهدر لك، خرجت مع فلان وأنا يا فلان تعرفي أنا راجلي قاع مانيش حاسبة لك ولا مش كاين، وتوري لك هذه، فلابد تجرك خلطة السوء، خلطة السوء والعياذ بالله، لا موفيز فريكونتاسيون. لهذا الرجل يا أخي من حقه، الرجل من حقه يا أخي أنه سبحان الله على زوجته، باش الإنسان شاد خالطي، مش أي واحد يدخل عندي للدار، مش أي واحدة تدخل عندي للدار، ومش أي واحدة تمشي مع الزوجة تاعي، ولا مش أي واحد كذلك سبحان الله. فالخلطة هذه كذلك من الأشياء، من الأشياء التي تجر إلى يعني الخيانة الزوجية. كذلك يا إخواني في بعض الأحيان وللأسف الشديد هذا واقع، هذا واقع كذلك ضعف الشخصية. يعني يا نادي جون كي جون ميم با دو بيرسوناليتي سبحان الله. لحظة مستمعين، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر لله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده. نعود إن شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا. إذا فقلت في بعض الأحيان ضعف الشخصية كذلك، كاين شي رجال للأسف الشديد ما عنده حتى بيرسوناليتي سبحان الله. كيف أنا نشوف إنسان يجي يدخل لداري ولا نشوف إنسان مع مرتي سبحان الله العظيم أو
انت نسأل شكون هذا، شكون هذا اللي دخل الدار؟ خطره ولد عمي، خطره ولد خالي، خطره مانيش عارف حبيبنا في البلاد، خطره مانيش عارف انا صاحب ابوي، خطره مانيش عارف. لا 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 يا اخي سبحان الله. ايو سي مالو ماتر هنا، سي مالو ماتر. ثم كذلك يا اخي سبحان الله العظيم، فحتى لا كل امور القضيه. ثم كذلك حتى الزوجه سبحان الله، هاو هذه مش عارف انا يا بنت عمي، هذه عمتي، هذه مانيش عارف انا يا صاحبه امها في البلاد. لا والله غير اسلوها باش تداوي، وغير اسلوها. لا لا ابدا ابدا سبحان الله العظيم. اذا فلا بد ان المراه تكون لها شخصيتها، والرجل لا بد يكون عنده شخصيته كذلك سبحان الله. لا انا ما نسمح لمرتي باش تعرض تقول لي لا هذو صحابي تاع الخدمه عرضتهم. او صحابك تاع الخدمه، الخدمه سي برا سي يا مدام برا، ولا كان تعرضيهم لازم سبحان الله يكون نشاوروا فيهم ونشوف شكون هذا وكذا سبحان الله. لا شكون اللي حطك عند الباب؟ لا صاحبي تاع الخدمه وصلني عند يخدم معايا وصلني عند الباب تاع الدار. لا وباي حق ترك بنتي معاه؟ صاحبك تاع الخدمه في خدمته، صاحبك تاع الخدمه في خدمته، وسبحان الله العظيم عيطي نجي نديك، كاين البيس كاين كذا سبحان الله. فاليوم صاحبي تاع الخدمه، غدوه مانيش عارف انا يا هذا ولا لا. لا يا اخوان، لا بد الانسان، فضعف الشخصيه هو كذلك من الاسباب التي قد تجر الى الخيانه الزوجيه. كذلك ربما يكون عيب في الرجل او في المراه، يعني عيب من كبر تاع سن او مرض او اعاقه، لا سيما اذا كان هذا العيب ما بيناش نهار الاول. كاين بعض الناس كي يروحوا يخطبوا ولا كيبغوا يتزوجوا وفيهم عيوب، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى. على كل حال انسان فيه عيب، انسان مثلا ما يقدرش ياتي الزوجه تاعو، ما يقدرش ولا ما عندوش كاع صرحه في الزوجه، فهذا الانسان كي يروح يتزوج ديجا هذا ما عنده. كي يروح يتزوج قال له انايا سبحان الله انا مريض ولا ما نقدرش مثلا، ولا المراه تقول انا مريضه ولا ما نقدرش، ولا كاين بزاف النساء سبحان الله اللي عندهم امراض ويخفوهم. ونهار اللي تتزوج راجلها يكتشف هذا المرض هذا، اذا ويبقى كيفاش يدير؟ ايش يدير؟ يبدا يحوس على برا، يحوس برا. اذا فهذا كذلك، فاذا انسان سبحان الله فيه عيب او فيه مرض او فيه اعاقه فيبينها سبحان الله العظيم. كذلك كثرة الخروج من البيت، سواء الخروج اذا كيما الراجل كل ليله الدقيقه التاليه سمعوها ما تستناونيش العشاء راني ما نجيش، هيا غدوه كذلك. المراه راهي طيبت راهي وجدت، نسيت قلت لكم باش نقول لكم بلي عندنا رينيو، والنهار الثالث نسيت حقك كاين الربعين تاع فلان راني رايح نحضر. كل يوم كاينه حاجه، كل يوم كاينه حاجه، فاكيد يدخل الشك هنا في المراه، وهذا الذي قد يجر كذلك الى يعني الخيانه. ونفس الشيء كذلك بالنسبه للمراه سبحان الله. كاين شي نساء يا اخواني ما يحموش بلاصتهم في الدار، صدقوني شنو نقول، كاين شي نساء ما يحموش بلاصتهم في الدار، تدخل للدار تقول انت راك داخل مانيش عارف انا المارشي اوبيس، الفراش ما يتسقم، الكوزينه ما هي نظيفه، الحاجه الكسوه ما هي محدده، كل شيء الزنق 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 برك، وكل ليله في الدار وكل نهار مانيش عارف انا وين وكذا. او كي تزوجتي باش ديري دار، تزوجتي باش تقابلي راجل، تزوجتي باش كي يدخل يسيبك له واجد، تزوجتي باش كي يسيبك انت قدامها في الدار سبحان الله العظيم. كذلك من الاسباب تاع يعني الخيانه الزوجيه قضيه العمل وسوتو البعد. المراه في مارسي وهو يخدم في باري، ولا يخدم برا اير كاع، ولا مش عارف انا في البلاد، ولا هي هنا ولا كذا، ولا هي تخدم وهو مانيش عارف انا وين، فهذه كذلك قد يجر الى يعني الـ 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 يعني الـ الخيانة الزوجية. هناك أسباب كثيرة يا إخواني إن شاء الله، ولكن ذكرنا منها هذه يعني الأسباب يا إخواني إن شاء الله. فكلها أسباب قد تجر، أقول موش أنه يعني قد تجر إلى الخيانة الزوجية، إلى الخيانة الزوجية. لكن إن شاء الله يعني باختصار نذكر بعض ثلاث أسباب فقط يا إخواني، ثلاث أسباب اللي تجر الرجل، نتكلم على الرجل بالذات يا إخواني، تجر الرجل إلى الخيانة الزوجية، يعني الأسباب التي تدفع بالرجل إلى الخيانة الزوجية. فمن جملة هذه الأسباب يا إخواني واسمحوا لي على كل حال، قضية يعني عدم الرضا الجنسي، هذه مصيبة كبيرة
قد لا ينتبه لها الرجال أو النساء. فهذه العشرة الزوجية يا إخواني، العشرة الزوجية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة، celui qui capable، celui qui peut assumer، فليتزوج يأسمي financièrement et en même temps ثاني حتى في العشرة الزوجية. سبحان الله، في العشرة الزوجية. فإذا كان الإنسان يعني ما هوش راضي جنسيا، ما هوش راضي جنسيا، أو المرأة ما هيش راضية جنسيا زوجها، ما يعطيهاش الحقوق العشرة الزوجية، أو زوجته ما تعطيهش الحقوق العشرة الزوجية، سبحان الله، هاد المرأة اللي ما يعني كرم، يعني مع كل احتراماتي للجميع، اللي بالشهر بالشهر باش ترقد مع راجل، هذا الراجل يعيا صابر يعيا صابر يخرج، سبحان الله. أو العكس كذلك، أو العكس صحيح، الرجل هذا اللي سبحان الله يجي يقابل التلفزيون ويخلل المرأة بثلاث شهور بربع شهور تقول لك ما يرقدش معايا، سبحان الله، بثلاث شهور ربع شهور تقول لك ما يعطينيش حقي كزوجة، تشتكي المرأة، سبحان الله العظيم. إذن فقد تجر إلى هذه الأمور، سواء من جانب المرأة أو من جانب الرجل. كذلك لما تصبح الحياة الزوجية روتين، لما تصبح الحياة الزوجية روتين، فقد يجر هذا إلى الملل، إلى الملل، وبالتالي يكره الرجل. فلا بد المرأة أن تراعي هذه الأمور. فسبحان الله العظيم، كل مرة تغير مام لي زور تاع الطاقة تاعك تاع الشومبر تاعك، يليق يفكر فيهم الإنسان، مام لي مابل تاع شومبرتك مرة وبدليه، مش يحس باللي فيه تغيير، مام الطريقة تاعك تاع اللباس تاعك، الطريقة تاع التسريح تاع الشعر تاعك، الطريقة تاع المعاملة تاعك، لا بد يوقع فيه تغيير، مرة علاش مرة نبنتلو، مرة نديرو كذا، مرة نغيروا المابل، مرة كذا. وهذا المرض ما تكون قاعدة في دارها تنتبه لهذه الأشياء، بصح كي تولي غير الزنق ما تنتبه لهذه الأشياء. من اللي تحط الماري عمرها ما تبدل هذيك بلاصته، من اللي تهرست الطاقة عمرها ما فكرت فيها تصلحها. إذا الملل هذا يخلي الإنسان يجر إلى هذه، وهو من الأسباب التي تدفع الرجل. يعني كذلك الزوجة المزعجة، وهذا هو المصيبة يا إخواني، الزوجة المزعجة، الزوجة اللي غير ذكي، الزوجة اللي عمرها غير ما شادت انت، شادة لسيادك، بارابول سيادك، وكل دقيقة شادة لسيادك، وين تبان انت مع سيادك، وغير الزقا وغير الضرب وغير العياط. فهذه كذلك يعني اللي تلوم راجلها لأدنى الأسباب، لأدنى الأسباب، فالزوج يتقلق ويزعج منها يعني، ومن الحياة الزوجية نفسها يكره يعني، ويبدأ يحوس على بديل، يبدأ يحوس على بديل، إما يعني يهرب يطفش من البيت أو يحذر. فيعني لابد من يعني الانتباه إلى هذه الأمور إن شاء الله. إذن إن شاء الله هذه يعني بعض الأسباب وبعض الأمور التي تدفع إلى الخيانة الزوجية، اللي هي حرام، اللي هي حرام، وقلنا هي درجات، قد يعني الإنسان يكون له ميل قلبي من غير ما يوصل إلى الوقوع في الفاحشة، ولا يوصل للإنترنت، ولا يوصل للأسماس ولا كذا ولا للتليفون، ولكن له ميل قلبي. قد تتعدى هذه المرحلة إلى مرحلة ثانية، وهي قضية الإنترنت والتليفونات والأسماس وكذا والحديث وفنكيمش وتنعرف هذه الأمور، ثم قد يصل إلى المرتبة الأخيرة وهي الخطيرة والعياذ بالله، هي الوقوع في الفاحشة، الوقوع في الفاحشة. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على المسلمين والمسلمات بيوتهم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشيطان، وأن يجنب الشيطان ما رزقنا إن شاء الله. فاللهم احفظ علينا بيوتنا يا رب العالمين. هذا ما وفقني الله سبحانه وتعالى مستمعينا ومستمعاتنا لمذاكرتكم به في هذه الصبيحة المباركة إن شاء الله. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله لي في أسماعكم. إذن نصر